تنويه بس سريع كده يا جدعان، الفيديو ده اتصور من اسبوعين تقريبا قبل ما الدولار يرفع النهارده ويرفعنا معاه كلنا، فاحنا على وضعنا زي ما احنا. اتفرج على فيديو النهارده بغرض الترفيه مش اكتر، عقبال ما نشوف الدنيا هتاخدنا على فين الفتره الجايه. ما تصرفش فلوس ابدا في حاجه انت مش محتاجها، عشان الفتره الجايه هتبقى فتره صعبه شويه علينا كلنا. خليك ناصح، تعال نشوف حوار النهارده بقى بغرض الترفيه. فيديو النهارده مختلف شويه بقى، هقول لك على شويه حاجات كده ما اقدرش اعيش من غيرها، شويه حاجات كده فرقت في حياتي جدا الفتره اللي فاتت ومحتاج اكلمك عنها. تعال نشوف الحوار ده. اهلا بيك يا جماعه، معاكم مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل لايك واشترك القناه لو ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. وبالمره وانت كده قول لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي ما تقدرش تعيش من غيرها وبتستعملها كل يوم، عايز اعرف كده فايتني ايه. تعال نشوف حوار النهارده. انا بقى يا سيدي، انا بستعمل ايه كل يوم؟ ايه الحاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرها؟ في حاجات كده جت حياتي الفتره اللي فاتت ما كنتش اعرف ان انا محتاجها قوي كده زمان، بس مع اسلوب حياتي العملي جدا والمتحرك على طول مرهوط بزياده، جسمي بيتعب، محتاج حاجات كده ما كنتش متخيل انا احتاجها دلوقتي زمان. شويه حاجات كده بستعملها كل يوم ومهمه جدا في حياتي. مبدئيا كده من قبل ما نبتدي، مفيش اي منتج او شركه من اللي انا هقول لك عليهم النهارده دول عامل لي سبونسر ولا دافع لي فلوس ولا اي حاجه من الكلام ده. دي ببساطه حاجات انا بستعملها كل يوم وهقول لك عليها. انت كمان محتاجها وعايز تشتريها مفيش مشاكل، مش فارقه معاك، مفيش مشاكل، دي قصتي انا، ده الحاجات اللي فارقه معايا وبقول لك عليهم بس. هحاول اسيب لك لينكات لكل اللي انا هتكلم عنه تحت الديسكربشن في اول كومنت برضو. عايز تشتري انت حر، مش عايز انت حر برضو. تعالوا بقى نشوف ايه هم. اول حاجه ما اقدرش اعيش من غيرها بقالي فتره وهي مسدس المساج ده، تحديدا عشان ركبي ورجلي، عشان انا بجري كل يوم. لما بخلص جري كل يوم ركبي وجعاني، عضلاتي دايما سور في الحته دي، الكوادز والجلوتس فوق الركب والسمانه تحت الركب دايما مفشوخين. فحاجه زي مسدس المساج ده بيخليني امسجهم كل يوم واطلع منهم التنشن، اطلع منهم السورنس، اخليهم يخفوا، يعملوا ريكفري اسرع. وده فادني جدا في اسبوع واحد بس ان انا ما عدتش حاسس ان رجلي وجعاني زي الاول. كل يوم نشيط احسن، بنام احسن، ركبي ريكفرد احسن، بعرف اجري احسن. والكلام مش على رجلي بس، ممكن اي عضله فوق وجعاني، كتفي او التشست مشدود بزياده، بقعد برضو امسجه بالمساج جون افكه. الموضوع عمرك ما هتعرف قد ايه هو مهم لحد ما تجربه. انا اخر مره لما رحت عند الكايروبراكتور وطرقع لي ظهري استعمل عليا المساج جون ده، ومن ساعتها روحت اشتريته، ما قدرتش، جربت الاحساس بنفسي، قلت لا 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 لازم اجيبه، ما بصيتش ورايا من ساعتها. خش هنا على تاني حاجه، ودي بقى غريبه شويه، انا نفسي ما كنتش متخيل انا هستعملها، وهي التلج الستانلس ستيل. دي ببساطه مكعبات تلج ما بتملهاش ميه ولا حاجه، هي جواها ماده كده بتتجمد وبتسخن تاني. لما تحط المكعبات دي في اي مشروب ما بتتخلطش معاه، بتسقعه بس، احسن مليون مره من التلج العادي لو عايز تدوق المشروب من غير ما يخف بالميه. فرقت معايا جدا في البروتين شيكس بتوعي، في اي عصير فريش بعمله، حتى في كوبايه خل التفاح اللي بشربها كل يوم، بتخلي الموضوع طعمه احسن، مش متخفف بالميه وساقع ملوش حل. ما كنتش متخيل انا هحتاجها دلوقتي زمان خالص، بس من ساعه ما جربتها وعمري ما رجعت للتلج العادي خلاص، مش هبص وراي. حلو يا سيدي، نخش هنا على ثالث حاجه ودي ملهاش حل بقى. لو انت بتحب الشياكه زيي ومهتم بالاكسسوارات هتفرق معاك جدا، وهي محافظ اوبن سي ليذر. طبعا انا جايب الالوان كلها منها، هتقول لي ليه؟ هقول لك ببساطه عشان ده اشيك ديزاين محفظه سليم انا شفته في حياتي. ببساطه كده الفلاب زي ما انت شايفه كده بتفتحه، تمام، بص مكتوب ايه جوه، اسمي محفور ملوش حل. جوه في مكان للكاش، بعد كده في ديفايدر تحط كروت، بعد كده في ديفايدر تحط كارت تاني. محفظه صغيره بس تشيل مليون حاجه، وبص بتقفل ازاي، ملهاش حل. انا حرفيا جايب الالوان كلها بتاعتها تليق مع كل اللي انا لابسه عشان بعشقهم. وليه دايما بنجيب محفظه سليم؟ عشان لما نحطها في جيبنا ما تبانش ان في حاجه في جيبنا اصلا، وتعلمنا دايما ان احنا نشيل المهم، ما نشيلش مليون حاجه، نشيل الكروت اللي بنستعملها بس وشويه كاش، مش اكتر من كده. حلو سيدي، نخش على الحاجه اللي بعد كده، ودي ما لهاش حل وكلمتك عنها قبل كده، وهي الباور بانك المتنقل ده. ايه الفرق بينه وبين اي باور بانك عادي؟ انه ماك سيف كومباتبل، لو عندك ايفون ببساطه بيعمل الحوار ده، بيشحن اهو بكل بساطه، مش محتاج اي حاجه،
ولا سلك ولا حوارات لازق في الموبايل، بستعمله اكنه مش موجود. بيشحن الموبايل كذا مره احسن من البتاع اللي بتبيعه ابل ده، بيشحن نص شحنه بس، ورخيص وبيسلكك في اي وقت في اليوم من غير ما تقعد جنب الشاحن ولا اي حوارات من دي. حلو يا سيدي، نخش على الحاجه اللي بعد كده، ودي انا ما كنتش متخيل انا هحبها الحب ده، وهو ببساطه الليب بالم بتاع تيج هانلي. هتقولي ليه تيج هانلي؟ هقولك طبعا السكين كير سيستم بتاعهم بنستعمله كل يوم، مفيش داعي اكلمك عنه، بس ليه الليب بالم بتاعهم؟ عشان ببساطة بفليفر، ليه ريحة، فلما تحطه على شفايفك بترطب شفايفك ما تنشفش ابدا، بتدي ريحة نعناع مع ريحة بقك اللي انت بتاكل لبان. طبعا انت بتاكل لبان بتدي ريحة حلوة، وشفايفك حتى بتدي ريحة نعناع، كله حلو. صدقني صدقني مراتك هتدعي لي لو حطيت الحوار ده، بيفرق جدا في الاكشن. وطبعا زي ما اتكلمنا ديشليار مره، اللبان ملوش حل. حلو يا سيدي، نخش على الحاجه اللي بعد كده، واظن انا دي اتكلمت عنها برده قبل كده، وهي ببساطه ساعه ابل. ما بلبسهاش عشان انها ساعه وكده، انا عندي ساعات كتير وبحب ابقى شياكه في الساعات، بس ليه بحب البس ساعه ابل؟ لمليون سبب اظن انت عارفهم. انت عارف ان انا بستعملها في الجيم، بعد بيها سعراتي المحروقه. انت عارف ان انا بلبسها وانا نايم، بحسب بيها الريكفري بتاعي لما بصحى اب اثليتيك. انت عارف انها بتحسب الريشيو بين السعرات المحروقه والسعرات اللي داخله، فتديك انت بتخس ولا بتزيد، بتعد خطوات، بتصحيك بمنبه يهز ايدك من غير ما يسمع اللي حواليك، بتقيس كواليتي النوم بتاعتك، وده اللي اب اثليتيك بيحسب كواليتي الريكفري منه. الساعه دي حرفيا خلتني احول جسمي في اقل من 3 شهور. الساعه دي فرقت في تمريني ونومي واكلي جدا. انت لو مش بتحب ابل عامه، في مليون فيتنس تراكر تانيين، ووب، اورا رينج، اي حاجه، اي حاجه تخليك تشجع انك تاكل كويس وتتمرن كويس وتنام كويس هتفيدك جدا في حياتك. انا جبت دي بس عشان انا معايا ايفون ومزنوق في الابل ايكو سيستم. وبمناسبه الابل ايكو سيستم، اتزنقت برده وجبت السماعات بتاعتهم. الحاجه اللي ما اقدرش اعيش من غيرها برده هي الايربودز دي. طبعا بسمع بيها اغاني وانا بتمرن، وانا بمشي كل يوم مرتين، وانا بشتغل، وانا بمنتج، وانا قاعد في المترو، وانا بسمع، مش عايز اسمع اي دوشه فيها نويز كانسليشن. من اكتر الحاجات اللي بستعملها كل يوم. فلو انت بتحب تفصل عن الناس كتير، السماعات حاجه مهمه جدا. بتحب تركز في شغلك من غير الدوشه اللي حواليك، حاجه زي السماعه اللي فيها نويز كانسليشن مهمه جدا. انا برضو عشان مزنوق في الابل ايكو سيستم جبت السماعه بتاعت ابل. مش شرط خالص، في سماعات رخيصه جدا فيها نويز كانسليشن هتفيدك. هسيب لك اوبشنات منهم تحت في الديسكربشن، ومع كل الحاجات اللي انا اتكلمت عنها. ولو في حاجات اعرف اسيب لك فيها ديسكاونت كود هسيبه لك جنب اللينك بتاعها. وبس كده يا سيدي، لو وصلت معايا لحد اخر فيديو هنا قول لي تحت في الكومنتات جيش مكاوي على وضعه. عايز اعرف مين اللي قعد معايا لحد اخر الفيديو. ولو الفيديو فادك او علمك اي حاجه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. وزي ما كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكم الحلقه الجايه.